زي والله تروح فيك لياقة شوي وها بتروح مرة واحدة والله بعضهم إلى الحين بعضهم إلى الحين يكون لياقتي ما توديني مكان لا واحد بيروح الحج يجهز مو هب يجهز لياقته بس يجهز أموره كلها سواء الصحية سواء التطعيمات أكيد ما حد برايح إلا قده ماخذ أموره كلها يروح قده جاهز حتى لقده هناك يتفادى الازدحام يتفادى بعض الأماكن هي الله يشرفها بتكون مزحومة لكن بعض الأماكن لقده في منا يمكن أبو إبراهيم كل سنة ما شاء الله عليه يمرنا ما هناك ها؟ ما في مفر من الزحمة يقول لك تفادى الزحمة ولا تحشر نفسك مع العرب ما في مجال بعلي زحمة صيدتك صيدتك داخل مع الزحمة داخل ما في مجال زين حط لك لثمة إيه أنت تقول تأخذ أسباب الحيطة والحذر تأخذ الكمام تأخذ على ما قلت تطعيمه قبل لا تروح لكن الزحمة صيدتك ما في مجال يعني. بس انا لي وجهه نظر ترى يقولون الاستعداد اللي ياتي يعني مفاجئ مثلا انك قبل الحج باسبوع تقول بيكون عندي لياقه ما راح تنفعك مثل اللي قبل الحج هو التوبه مفتوحه في كل وقت وحين بس اللي الدنيا السنه كلها معاصي 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 قال والله انا بروح للحج وذنوبي كلها بتطيح وبرجع كيوم ولدتنا او برجع من جديد ما تنفع هذه النيه غير اي انا اقول لك مثلا اللياقه وبالنسبه الترتيب احنا لو جينا نتكلم مثلا عن الامور ذي اذا خلتونا احكي فيها شوي الكلام اللي انا كنت اقوله قبل انت مرخوص انت يا ابو راشد اقول اسرع المجلس قبل نطلع اجالك تسم قبل نطلع على الهواء شوف الحاج متى يستعد للحج متى يستعد يعني قبل الحج بثلاث ايام باربع ايام باسبوع لا هو شيء وقر في نفسه من البداية قال اللهم إني الحج الجاي إن كني موجود إني أحج وإني أتوب من جميع الذنوب والمعاصي ومن علامة الحج المبرور إنك ما ترجع على ما كنت عليه قبل أما اللي يقول والله أنا بتمشى وبيصير لذلك أنا عندي قصة إذا سمحتوا لي أسولف بها عليكم حاتم الأصم من العباد حاتم الأصم تاقت نفسه للحج كان يحج دائما تاقت نفسه للحج كل واحد منا يا الربع عنده الحين من بناته بنت ولا ولد من عياله الخاصين أكيد لها مكان أنت عيالك كلهم غالين عندك صحيح. لا شك لكن بيكون واحد له فضل من حاتم الأصم عنده بنت صغيرة كان يحبها حب شديد وهو اللي مربيها هو العود أنا قلت هتزول بكبدة المهم أنه تاقت نفسه للحج ويوم جاء بيحج خاف من أم العيال زوجة يعني ترى بنات فطيم شايفين اوه يعني النسوان حكومتهم اي نعم تاقت نفسه وعقبه اصبح مهموم جاته بنته قالت ما لي اراك يا ابي حزينا قال اني تاقت نفسي للحج قالت لماذا لا تذهب قال امك ما ترضى قالت انا اكلمها راحت وكلمت امها وقالت الى من يتركنا قد حج وحج المهم البنت استطاعت انها تقنع امها لان حاتم قال انا ما اروح الا بموافقة الاهل ما كان عنده نفقه ليش هنا الاستئذان؟ ما كان عنده النفقة عليكم السلام هم يخلون الواحد يروح إلا قد وفر النفقة؟ أكيد لأنك الله يهديهم ترى هذه بنتكلم فيها المرة الجاية لأن بعد ترى من عندك قوي عندك لو ترى حتى من الأسباب التهيئة تقولوا الاستعداد يستعد بالنفقة ويستعد بالرفقة الصالحة ويستعد بالترتيب ويستعد بالتوقيت ولا يهمل حتى اللي وراه نرجع لحاتم بعد يقولون الخبر ما يضيع سالفته حاتم يوم جاب يروح استأذن من أم العيال قال أنا عندي نفقة ثلاثة واربع أيام بعطيكم إياها وأنا برجع المهم من البنت الصغيرة استطاعت أنها تقنع أمها فوافقت الأم وقالت إذا لن يضيعنا الله هنا تربية حاتم شفت يوم ربى بنته وعلمها وكذا أنت ولدك أي نعم أنت ولدك ولا بنتك على اللي تربي عليه في كل الأمور ذهب حاتم عطاهم نفقة أربعة أيام ويوم ذهب حاتم هم ما عنده نفقة وذهب مع قافلة كان يمشي في مؤخرة القافلة ما عندهم شيء
الله قدر على زعيم القافلة رئيس القافلة وسعته عقرب. ويوم لسعته عقرب وين الطبيب وين المداوي؟ قالوا معنا حاتم. قالوا تعال يا حاتم اقرأ عليه. قرأ عليه حاتم، قرأ عليه حاتم الله أشفاه يعني وكتب له الشفاء. يوم كتب له الشفاء قام الزعيم قال له يا حاتم نفقة الذهاب للحج والإياب علي. لا إله إلا الله. وإيش قال حاتم؟ قال ربي هذه قدرتك في فأرني قدرتك في أهلي. سنة يعني وش بيصير على الأهل؟ الأهل قعدت نفقتهم 3-4 أيام وكملت، عاد صار عندهم نفقة. صارت الأم وبنات هاي يلومون البنت الصغيرة، قالوا أنت من شجعه على الذهاب تركنا من. فالبنت قالت لن يضيعنا الله، شفت التربية، تربية العود، قالت لن يضيعنا الله، أنا على يقين أن الله ما راح يضيعنا. الله قدر. وكان أمير المؤمنين اللي في زمنهم ظهر رحلة صيد، الصيد الظاهر أنه جاي أبو سعيد الله قريب قريب إن شاء الله بالخير. الصيد ما ظهر، ظهر وقد حن في توالية. كان الأمير ظهرنا كان في وقت سهيل وظهر قنط مع حاشيته ورجع، وعقبه قال لقومه اللي معه قال استسقاهم، قال إني يعني في عطش وأريد ماء. شافوا أقرب البيوت اللي عنده طلع بيت حاتم، ما يدري أمير المؤمنين ذا بيت حاتم، قام طرق عليه الباب قالوا نبغي ماء، أسقوه ما في قدح، شربه الأمير فاستعذب الماء ووجد حلاوة في الماء لم يعهدها. قال بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الأصم. قال زيدوني من الماء، شرب ماء مرة ثانية عجبه طعم الماء، قال إلي بحاتم لأكافئه، ما حلو. قالوا حاتم مهم موجود ذهب للحج، قال إذن أكافئ أهله. فقام الأمير، دائما الأمير من حاشيته، الأمير معه الوزراء ومعه التجار ومعه حاشيته. فقام الأمير أخرج أي نعم أخرج ما معه من نقود وأموال وذهب ووضعها في القدح، وقال من أحبني، يقول ربعه لنا من أحبني فليفعل مثل ما فعلت. لا إله إلا الله. ويأخذون اللي معهم كله ويحطون عنده رب القدح عود. لأن الشاهد أنهم تلا بيت حاتم من الخير كله سبحان الله. فقام وأهل حاتم يضحكون، قامت البنية الصغيرة وبكت، قالوا عجبا أمرك، يعني يوم كنا في ضيق أنت تضحكين والحين يوم الله غنانا. قالت يا أمه، شفت التربية، تربية العود مثلا، قالت يا أمه نظر إلينا مخلوق من الدنيا فاستغنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا. سبحان الله. فنستفيد من القصة هذه يا الربع، أولا التربية الأبناء، وإلهي مهيب يعني أنت ولدك تغرس فيه شيء تجده مهما كان الرجال اللي يعني أنت كيف يعني حاشاكم حاشا المجلس والمستمعين المشاهدين الرجال اللي يكذب ويقول ولده ليش تكذب؟ أنا أكذب لأنك يبقى اللي علمتني غدوة قالوا السلام عليكم، قل له من أبنها، قل له اللي دق الباب قل له من موجود. طيب يبقى أنت تقول لي الكذب حرام، أنت قاعد تكذب قدامي. فنستفيد شاف حاتم يوم ربى بنته على التوكل على الله. النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رديفه قال يا غلام إني أعلمك كلمات، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم محبته لابن عباس يربيه يا غلام انتبه ابن عباس. يوم قال له يا غلام يعني الكلام ما جاء سرد، جاء بالسند العالي يا غلام، كان ابن عباس انتبه لبيك يا رسول الله، قال يا غلام احفظ الله يحفظك. يوم قال له يا غلام كان ابن عباس صغير، عبد الله بن عباس صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم سيد البشر، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم يا ابن عباس، هنا التربية، واعلم يا ابن عباس لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه، خلاص لا مهو بخلاص يبغي يقنعه. قال له رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما عاد فيه علم ابن عباس إلا اللي أعطتك إياه. فلذلك أهل العلم يقولون هذا الحديث أصل من أصول الدين. أنا فنجالي برد وأنتوا لا بلا تكوى استنس على سؤال في كبراش طراه اللي أبو سعيد ما يتدرب ولا يتمشى إلا قبل الحج إلا قبلها بشيء بسيط إيه، ويبي إذا جاء هناك ما لياقته كاملة أو حتى النية، حتى اللي عنده نية وغدت كانها نية سفر عادي والله صمّلوا والربع اللي عنده قال يلا معكم أيوة أحسن بس بروح معكم، هل هذا يستفيد ولا ما يستفيد؟ صح نعم يعني كأنه راح يتمشى يعني ما عنده ما عنده النية حاتم قصة حاتم بس براش معنا ولا أقطع سالفة كلام الخير هو نوى آخر شيء يمكن نيتها صافية والله تقبل حجته يعني ما نقول إنها ما دام الناس صمل آخر شيء يمكن أنا يستفيد أنا داري وش قصد أبو سعيد لا هو ما يعيب على اللي مثلا اللي ما نقول الحج عرفه تدري أهل العلم
حتى قالوا اللي يوقف في عرفة حتى لو بعد مغيب الشمس للحجة. يعني الحج الآن الحج السريع لو ما تجي هناك في عرفة إلا نصف الليل وقفت أنت في عرفة أنت حجهن. حنا ما ننتقد الحج السريع ولا اللي نوى متأخر، الكلام على النفسية، أنت ما هيأت نفسك. أي. أيوة هذا يقودنا إلى اللي بيحجه ما أخذ فلوسه من قرض متدين عشان يحج، اللي بيحجه قاطع رحامه، اللي بيحجه عليه دين. ترى ما تحج صب 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 حق براشد صب ما تقاوم ما خليناه يتقاوم لا جاكم تسلم. هذه كلها من التهيئة. أنا قدام أحج قبلها بشهرين ثلاثة مسدد الديون اللي علي اللي أنا قادر أسددها، مستسمح من اللي مثلاً ما قدرت أسدها. أي نعم مثلاً علي يطلبني 1000 بعطيها، لكن والله مثلاً أبو حمد يطلبني لا والله 10,000 أقول يا أبو حمد إن سمحت حجيت وإذا جيت بعطيك إياها. فأنا قاعد مهيئ، لكن اللي على ما قال الربع يسألوا أنتوا حاجين متى ماشيين والله خلاص أنا أخوي لكم. طيب هلا رتب ما حزن ولا رتب شيء لنفسه ولا يعني حن خبر يوم حن بس من جهة صحة حجة إن شاء الله. إن شاء الله ما نتكلم عن الصحة إن شاء الله يعني ولا أنت دخل في أنها حجة صحيحة، هذا القبول من الله سبحانه وتعالى. لكن يعني أنا حجيت قبلها تقريبا بشهر ونص حاجز عند الشري الحملة هنا بروح معها ومخلص أموري حتى ترتيباتي اللي عندي اللي أبغى أسويها الهلي سمعت. لكن أنا أتكلم لك عن اللي والله قاعدين وصاد الخبر ويمشون بكرة ولا بعد بكرة، قال الربع معكم لا هو لا حتى يمكن ما عنده سكن هذا صامل ولا عنده أي ترتيب، ترتيبه معهم يمكن حتى يدخل معهم في فرشة بسيط. هذا الله يسر له الله يسر له مثل الرجال اللي حج وناصر الله يسر له يا الربع رايحين يقول له مركب معاكم. لكن نعم. الحج الأول مثلا الحين الحج السريع ايه نعم الأول حتى تليفونات ما فيه خبر الأول ننطرهم على التلفزيون أنا بخير وطيب أعطاه الميكروفون أنا فلان وأسلم عليكم بخير وطيب سلم على الوالد والوالدة كل شيء الحين لا أترك شيء يا إبراهيم ما شفت ما لحقت عليهم لا ما لحقت أنا أسمع من الشباب على جوالك هذه اللي تقولون ذي أنا بقول اللي يستحضر أصلا عظمة الزمان وفضيلة الوقت هو اللي يجهز حاله. الصحابة ما يقولون أنهم كانوا يستقبلون رمضان قبل رمضان بست شهور يدعون الله أن يبلغهم رمضان، وبعد قضاء رمضان بست شهور يدعون الله يتقبل منهم رمضان. ليش؟ لأنهم عرفوا قيمة رمضان. الإنسان لو عرف قيمة الحج واستحضر أحاديث الحج من حج ولم يرفث ولم يفسق راجع من ذنوبك يوم ولدته أمه الله يغفر في الحج كل شيء إلا الكبائر بالتوبة الصادقة. حنا ذا الحين حنا اللي ما حجينا الآن الحجاج أفضوا إلى ما قدموا وبإذن الله أنهم مأجورين اللي رايح نقد له أسبوع الحجاج توافدوا أشهر الحج الربع تراها شوال وذو القعدة وذو الحجة وأهل العلم على أنها العشر الأول من ذو الحجة لأن الحج عرفة واللي عقب عرفة ما عاد هو بحج. فالحجاج الخارج قدهم جايين قبل شهر شهرين الحين قاعدين نتكلم وبعض ربعنا حملاتنا قد راح الحملات القطرية قد راحوا هناك باقي اللي. لكن حنا يلي ما حجينا وبشرك أنهم طيبين وبخير الحمد اللهم لك الحمد إن شاء الله أخبارهم كلها طيبة اللهم لك الحمد الله يديم الأمن والأمان آمين. أقول حنا يلي ما حجينا كيف ندرك فضلهم؟ حنا لابد نستشعر يا الربع إن حنا في زمان فاضل. الله سبحانه وتعالى هو الخالق صح ولا لا؟ صحيح. هو اللي خلق الكون ذا كله. والله سبحانه وتعالى السنة كم يوم؟ ما اللي بيقول السنة كم؟ 365 يوم 365. الله سبحانه وتعالى يوم جعل السنة 365 بقدرته جل في علاه خذ العشرة ذي قال هذه أفضل الأيام. سبحان الله مو باللي يخلق، هو يخلق ويختار. يوم خلق السماوات اختار من السماوات السماء السابعة، ثم خلق الجنات، الجنات سبع اختار منها جنة الفردوس، ثم خلق الملائكة وش اختار من خلق من الملائكة اختار منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، خلق البشر والجن الله اللي خالقهم سبحانه وتعالى. يوم خلق البشر اختار منهم المؤمنين واختار من المؤمنين الأنبياء واختار من الأنبياء الرسل واختار من الرسل أولي العزم، أولي العزم 25، واختار من الأزم الخليلين من أولي العزم الخليلين محمد وإبراهيم عليهم، واختار من الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، الله اللي خلقه وخلق البشر، والله جل في علاه جعل محمد هو سيد البشر. الله سبحانه خلق الليالي ويوم خلقها جعل أفضل ليالي السنة على الإطلاق العشر الأواخر من رمضان، هو اللي خلق واصطفى من العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر. والله سبحانه وتعالى خلق الأيام إبراهيم 365 يوم نعم. واصطفى
من الايام العشره هذه عشر ذي الحجه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله الصحابه ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فالله يوم خلق الايام اختار منها العشر، واختار من العشر قالوا يوم عرفه وقيل يوم النحر. وحن ما راح ندخل في التفصيل ان كانه يوم عرفه ولا يوم النحر، يوم عرفه ويوم النحر كلها من ايام العشر، صح ولا لا؟ صحيح. فالله سبحانه وتعالى اختار هذه الايام، فالايام هذه فاضله لها وقت. انا يلي ما حجيت لابد علي اني اغتنم الايام هذه، استغلها. من فضيله الايام هذه اولا على السريع كذا، الله سبحانه وتعالى اقسم بها، قال والفجر وليال عشر، والله جل في علاه عظيم ولا يقسم الا بعظيم. وقال أهل العلم على أن الليالي العشر التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى هي ليالي ذي الحجة. والله سبحانه وتعالى قالوا أهل التفسير أنها هي الأيام المعلومات، قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال جمهور المفسرين الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. عشر ذي الحجة تجتمع فيها أمهات العبادة، طبعا المسلم يشهد لا إله محمد رسول، صح ولا لا؟ صحيح. وش اللي عقبه من أركان الإسلام؟ إقامة الصلاة. العشر فيها صلاة ولا ما فيها صلاة؟ فيها صلاة. طيب ثم عقبها الزكاة. زكاة. العشر فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ زكاة. طيب ثم عقبها الصيام، فيها صيام ولا لا؟ قال العمل الصالح، وقال أهل العلم أن من العمل الصالح هو الصوم، بل قيل في الحديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله عنه النار، فلذلك العمل الصالح يدخل فيه الصوم. ثم الحج، والحج لا يكون إلا في هذه الأيام. اجتمعت كلها. تقدر تحج في محرم، تقدر تحج مثلا في شوال، تقدر تحج في رمضان، الحج عرفة، فلذلك اجتمعت فيها أمهات العبادة. أنا أقول المفرط المقصر هو اللي لا حج وإن كان معذور اللي أدى، ولا استغل الأيام دي، دخلت عليه الأيام هذه وطلعت بدون فائدة. أيه طراه الشيبان يوم تقول من الأول. أنا ترى ما أنا كبير بس علموني بعد الشيبان. قبل التكبير أذكر حنا صغار نسمع التكبير في المساجد وفي الشوارع ساعة تدخل العشر. الحين التكبير المطلق المقيد يبدأ من عرفة، التكبير المطلق من يوم تدخل العشر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة والحمد. الآن أصبح التكبير يا الربع سنة مهجورة، لا عاد تسمعها في المسجد. يعني من يدخل من أول يوم، من أول يوم، من أول يوم إلى ثالث أيام التشريق رابع العيد. بنشدك الحين التكبير، سم الله عدوك، بس عقب كل صلاة أكبر ولا الظهر والعصر وأي وقت؟ شوف من أول يوم في ذي الحجة إلى يوم ثالث أيام التشريق هذا التكبير مطلق في أي وقت وحين، لكن من يوم عرفة لغير الحاج، من يوم عرفة لغير الحاج ومن يوم النحر للحاج يبدأ التكبير المقيد. المقيد هو اللي يكون دبر كل صلاة، أول ما تسلم تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، ثم تكبر الله أكبر. والتكبير ورد له صيغ كثيره، منها الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، ومنها الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيره والحمد لله كثيره. ويقول ابن عباس الصيغ كلها يعني جائزه وارده، لكن كان ابو هريره وابن عمر اذا دخلت العشر كانوا يذكرون، شوف هذه من السنه المهجوره اللي قلت، كان اذا دخلت العشر دخلوا السوق فكبروا، فسمعهم اهل السوق فكبروا بتكبيرهم. كان عمر في منى يكبر في قبته فيسمعونها أهل المسجد فيكبرون، قالوا حتى ترتج منا بالتكبير. لكن أصبح التكبير عندنا يا الربع ما حد، كذلك التهليل بعد أذكر المغرب والعشاء كان الشيبان تلفتون علي قلت حنصلي شكون ما تهلون يا عيال شكون السنة، قالوا السلف كانوا يفعلون السنة لأنها سنة، حن وللأسف أكثرنا قد يترك السنة لأنها سنة. الحين اذا 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 هللت انت خاصه صلاه المغرب ولا قاموا يتلفتون فيك تلفتون كان ايش بلاه يرفع صوته، بينما كان السلف يعرفون. ذكرت نقطه مهمه، قلت انت السنه اذا تركنا سنه اولى او سنه ثانيه او سنه ثالثه او سنه رابعه تركنا السنن كلها، تركنا العباده كلها. قالوا الفرائض هي راس المال، والسنن هذه مثال، والسنن والنوافل هي الارباح. الان التاجر اللي قد عنده راس مال ورأس المال وراه ربح، رأس المال ما عليه خوف، أنت رأس مالك ألف وخمسمائة أرباح،
ان جات خساره بتغدي ان شاء الله في الارباح اللي منا ولا منا، صح ولا لا؟ صحيح. لكن اذا ضيعت انت الارباح ولا عد عندك الا راس المال، ذا الفرض اللي تصلي، تصلي العشاء اربع ركعات وتطلع ما تسنى انت، وتصلي المغرب ثلاث ركعات وتطلع ما، هل راس المال عليه خطر ولا ما عليه خطر؟ عليه خطر. نسيت كبير بعد، نسيت صلاه، بديت في الخساره، بديت في الخساره. أيه. رقدت عنها ولا قال وما تقرب في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت بصره الذي يبصر به، سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ولئن سالني لاعطينه وان استعذني. احنا نقول ان شاء الله جعل رب يوفقنا ويثبتنا ان شاء الله ونكون من الفالحين الغانمين يا رب العالمين. الواحد ما يستغني سواء كان في دعاء ولا في صلاه ولا في عباده ولا في سنه. احنا نسمع اول الشباب يقولون مهم قصرين استقبلوا الحجاج هناك في المستشفى موجود. صحيح. المراغبين الأغذية من الصحة. الصحة الحمد لله يعني البعثة كاملة مكملة ما قصروا، وعندك بعد الكادر كله رايح من قطر مني بالضبط. لا وأمانة بعد ما أنا يعني نذكر جهود المملكة العربية السعودية مهم قصر أمانة يعني ما يقصرون جزا الله وجيههم. فالبعثة الحين من يوم توصل هناك شو يسوي الحاج؟ يبلش في مناسك الحج ولا الحج كله عرفة؟ ولكن أنساك الحج ثلاثة، وكل حاج على حسب نسكه، الأنساك القارن والمتمتع والمفرد. أما المفرد فما عليه حج إلا في يوم عرفة إلا دخل في الحج. أما المتمتع والقارن هذا اللي يأتي بالعمرة، فالمتمتع على سبيل المثال لبك اللهم عمرة المتمتع بها إلى حج، إذا وصل هنا قبل أسبوع ولا قبل أسبوعين ولا حد في أشهر الحج اللي ذكرت لك اللي هي شوال ذو القعدة اللي قبلها بثلاث شهور مثلا او شهرين بلا صح، يعتمر وعقبه يرجع يلبس ثيابه العاديه. يعني لو سوى عمره قبل شهرين عادي يدش بدون عمره ما اي لا 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 ينوي هو موجود لا لا ما 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 يكون في الحرم ما يطلع من الحرم اي ما يطلع. يعني الحين الحجاج الخارج ياتون دائما متمتعين الاغلب منهم الاغلب، والانساك يعني اختلفوا العلم ايها افضل. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن يعني المتمتع والقارن هو اللي عليه هدي ها؟ عليه هدي. المفرد ليش؟ عليهم هدي لأن الزمن زمن الحج وهم أتوا بالعمرة. فيوم جاءوا بالعمرة في وقت الحج القارن قال لبيك اللهم عمرة وحجة، والمتمتع قال لبيك اللهم عمرة متمتع بها إلى حج، بروح وبعتمر ثم عقبه بلبس ثيابي وبجلس ثم عقبه برجع تمتعت، هذا عليه هدي. أما المفرد قال لبيك اللهم حج ما عليه هدي، هذا وقت الحج وحج. وطبعا هذه دائما يكثر فيها السؤال، وهي الأمانة ما في شيء. يعني أنت بإمكاننا نروح أخويا وأنت تكون متمتع وأنا قارن والثاني. والجميل الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول التنويع في الأنساك طيب، يعني إذا أنك السنة ذي حجها أنت مثلا مفرد وأنت بتحج عقب ثلاثة أربع سنين تحج قارن. أما جهود البعثة، البعثة دائما شوف يحاولون انهم يوصلون هناك قبل الحملات اصلا. نعم. الجميل اصلا حتى قبل رمضان تدري انهم يروحون ويحجزون ويكون لهم تنسيق ويكون لهم كل شيء، ثم يرجعون ويطلعون قبل العشر لخدمة الحجاج. الحملات اصلا ما تطلع الا بعد موافقة الوزارة وبعثة الحج ويصنفونها ويحددونها. وجهود الاخوة في المملكة العربية السعودية مشكورة، والتنظيم هذا يا الربع مفروض ان احنا كلنا نتعاون فيه للمصلحه العامه. يا اخوي انا حجيت السنه ذي، حجيت العام واللي قبله، خلاص انا عط فرصه عط مجال غيرك. اي عط مجال لغيرك. الناس اللي برا يتمنون انهم يجون. تدري الدول اللي برا سمعت التاشيره عندهم يقولون بالقرعه ولا هي ببلاش، يدفع عليها، يدفع 40,000 ولا 50,000 علشان ياتي يبغي الحجه هاي ويبغى الحجه. شبان الاول براشد سمو الامير الله يحفظه، سمو الامير الوالد اللي ما ادري مسويه في اي دوله، اللي حفظ القران كامل كل سنه الله يطول عمره كل سنه فيها يعني فعليا الخير كثر. والجمعيات الخيريه تحجج، ووزاره الاوقاف تحجج، وسمو الامير ومكتب الشيخ موزه كلهم. لكن انا اقول الشاهد من ذا كله ان انت يعني يوم هناك قانون خلاص يا اخي التزم فيه عاد فرصه لغيرك. ايه الحين السعوديه
المملكة العربية السعودية تخاطب الدول تقول والله قطر بيأتي منها 1000 حاج وانتوا الإمارات مثلا وانت قطر مهمة بعثة الحج هنا تقول تعالوا الحملات حنا نبي 1000 على سبيل المثال. فكون حنا نلتزم حنا نكون سهلنا الأمر على حكومتنا اللي هنا وعلى الحكومة اللي مستضيفة وعلى أمور الحج وعلى أما التعقيد أنت الحين تنشب حالك الله يستر عليه اللهم يلا الله يستر عليك. أنت تنشب حالك وتنشب الناس وتضيق عليهم بعض الناس يدور الخير هذا القصد اللي التصاريح يعني اللي يكون عندهم تصاريح ولا الوفود اللي تزاحمون أنا اللي بفيدك أبو سعيد التصاريح عند لجنة الحج هنا تقدم عليهم يشوفون عندهم سيستم الكتروني تقدم عليهم موجود في البلاد الحين هذول قد راحوا وجعل ربي حافظهم احنا ما نتكلم على اللجنه ما لجنه اللي ما راحوا وفرحني براشد سبحان الله من يوم شفته هو سمح الله يحفظه الله يبيض وجهه اللي يقول لك اللي ما حج السنه وموجود هنا عنده بعد فضائل عند العشر يستغلها صحيح يتعبد فيها صحيح يعني ما يقول والله ما حجيت يتحسف ولا يتحسر لا والله لا كلها عباده هذه العشر الايام ذي فضيله براشد اللي ما حج ويقدر يستغل اقول لك هي افضل ايام الدنيا يا شيخ افضل ايام الدنيا كلها حنا ولله المثل الاعلى دائما التاجر يتتبع مواسمه يعني هل الطير ما يفوتون موسم الطير صح ولا لا وهل البحر يدرون متى يروحون والله براشد تعرفهم براشد والله انا موسم واحد وهل البر يدرون متى يخيمون فلذلك يا اخي حريب المسلم الفطن انه يتحرى النفس لها اقباله ودباره انت مستحيل انك تكون عابد على طول السنه وحن ديننا ما هو بدين رهبانيه ما قال لك اقعد في صومعتك وفي مسجدك صح ولا لا لكن تغتنم المواسم بس بعد احنا محتاجين منكم ان تذكرونا صحيح تذكرونا فضائل هالايام وايش الاعمال واسهل الاعمال اللي ممكن الواحد يقوم بها في هالايام رب يقول لك رب حامل علم لمن هو افقه منه ولا اعلم منه هو دائما ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن صح ولا لا صحيح يمكن أكون يعني أنا مقصر ولكن ذكرت وسمع أخوي أبو سعيد الكلام ذا وراح أطبقه أنا أخذت تجربة أبو سعيد وأنا أصلا مقصر ذكرت ماذا نفضل قيام الليل وقام الأحمال الفاضلة النبي صلى الله عليه وسلم جاب لفظ مطلق قال ما من أيام العمل الصالح وفيهن شوف العمل الصالح جاء لفظ مطلق صلة الرحم عمل صالح ولا لا صحيح. الصيام عمل صالح ولا لا صحيح. الصلاة عمل صالح ولا لا لكن أهل العلم نصوا على الزيادة من النوافل إحنا ما راح نقول لك صل في العشر الفرائض هذه مفروغ منها لكن النوافل ومحافظة على الصلاة في الجماعة أنت يوم كنت تفرط في صلاة الفجر تفكر فيني يا أبو راشد لا أنا كلامي عام أنت يوم كنت تفرط في صلاة الفجر وكلنا ذلك الرجل كلنا يا أخي خطأين كلنا يعني ما في حد معصوم يوم كنت تفرط في الأيام العشر يا أخي في صلاة الفجر الحين دخلت العشر تكون العشر نقطة انطلاقة للجميع نقطة يا أخي أنا تعاهد على نفسي أني ما أفوت صلاة الفجر أقل شيء في الأيام العشر والشيء يأتي بالتدريب رمضان إذا جاء وش رمضان مو بشهر القرآن الواحد يختم القرآن في رمضان 3 أو 4 مرات وش معنى ذلك وخلال السنة كان يمكن قال علشان تعود نفسك في قراءة القرآن علشان تعود نفسك تقرأها رمضان ليه صلاة تراويح وقيام قال لي يعود المسلم نفسه ويدرب نفسه على أن يقوم الليل طوال السنة في ناس يفرطون في صلاة الوتر ليش أنت في رمضان كل ليلة تصلي الوتر تذكره للغافل علشان يعود صلاة الوتر النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة الصدقة ما هي في رمضان وبس هذا الآن ومن فضل الله على الإنسان على العباد إن مواسم الخير تتكرر يعني كنا في رمضان سبحان الله اجتهد اللي اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع يرقى درجات المنبر قال آمين 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 قال يا رسول الله على ما أمنت قال أتاني جبريل وقال يا محمد من أدركه شهر رمضان فمات ولم يغفر له فأبعد الله قل آمين قال فقلت آمين الآن الإنسان اللي قصر في رمضان وفرط وصار يتحسر الله عوضه بستة شوال من صام رمضان وأتبع بستة شوال طيب ستة شوال صام اللي صام ولا نفس مقصر الله عطاك 10 ذي الحجة طيب 10 ذي الحجة انشغلت وكان عندي برامج وكل يوم 4 عندي الله عطاك 10 محرم 10 محرم جايه ويوم عاشوراء وفضل صيامه فرط المواسم تتكرر على الإنسان لكن إذا تبلد يعني إحساس الإنسان وما أحيا عنده روح اليقظة لا شك أنه الخسران
لا شك انه خذ الاعمال الصالحات هنا. تقول الاعمال الصالحه هنا مطلقه. اولا نبدا بالصلاه، ثم عقبه نبدا بالصيام. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وكان يحافظ على الاثنين والخميس، وكان يصوم 10 ذي الحجه. في عندي فائده، 10 ذي الحجه تصام كلها؟ ترى العشر نقول العشر على نطلع على التغليب، ولا ترى ما تصام العشر من تاريخ واحد ولا من تاريخ 10؟ حرام 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 انك تصوم كامله. لا حرام مهم. انا بقول حرام انك تصوم يوم العيد. اي العيد، ويوم العيد متى؟ 10 من صح ولا 10 من ذي الحجه؟ صحيح. حين نقول العشر من باب التغليب، ولا المقصود التسع؟ تسع ايام انك تصوم من يوم واحد الى يوم عرفه، صحيح ولا لا؟ صحيح. فيوم العيد ما يصام، لكن حين نقول صيام العشر. طيب ما صمنا حين التسع، مشغولين، اقل القليل يا اخي حافظ على يوم عرفه. من صام يوم عرفه انت يوم واحد بتصومه، الله يعطيك اجر سنتين. تطري انت اللي ما حجوا مو بالحجاج اللي ما حجوا. لا لا انا احنا طلعنا من الحجاج ابراهيم. احنا يعني وشو شو نسوي عشان نستغل اذا احنا ما حجينا؟ وش نسوي عشان نستغل؟ انت طلعت انا من الحجاج، قلت خلينا الحجاج نرجع نتكلم عن اللي ما راحوا. لا والحين بعد بريحك عشان التقهوى، خلني اسولف انا من ساعه تسولف التقهوي. لا الحين احنا جايين ابو حمد مغير قصرهم فيكم. قال لي فهد لاحظنا في الفترة الأخيرة ولا نعم عليهم الضحية الكبش الخروف اللي احنا نسميه الضحية، في شباب الله يهديهم يمكن ياخذونه من باب الدعابة والضحك، يطلعون عليه نفس النكات، يطلعون كاريكاتيرات ايه، وهذه يعني شيء ما حتى في يوم الضحية نفسه بعد يطلعون عليه وشلون طريقة الذبحة وشلون. لا والله هذا خطأ يعني، ويقول لك رب كلمة قالت لصاحبها دعني، ورب كلمة ألقاها الرجل لا يلقي لها بال تهوي به في النار 70 خريف. يعني ودك ان الضحك دائما والتنكت والتندر انه يكون بعيد عن شعائر الدين. والله انا يمكن ياتني اذا ما ياتني يا ابو راشد ان اكثر من 20 رساله تذكير بهذا الموضوع اللي يقول عنه ابو علي. صحيح. في ناس وعيين الربع ترى جايين اشتهر في لونه الاخيره للاسف، احنا على نسك وجايين على موسم، ف لا حد يعني يستهزئ بهذا الشيء، هذا شيء عظيم يعني. صحيح. الخير موجود في الناس، هذه شعيره والتذاكر بينهم، خاصا في وسائل التواصل الحين الحمد لله رب العالمين، كثير من الناس يستخدمها استخدامها الصحيح. سمعت، وهذه من ميزاتها التذكير بينهم حتى لو ما كلمتها. هذه من الايجابيات اللي تستفيد منها. سمعت، بعض الناس توصله الرساله ذي وتقعد عنده ما عاد، وهذا الصح. صحيح، وهذا هو صح. لكن بعضهم الله يهدي حتى مو بعارف اصلا ايش يعني ايش تقصد. والله انا اشوف ان وقتها كلها انا اشوفهم هذول اغلبهم اللي يطرشون هذول العيال الصغار اللي ما يميز بين زين ابو ابراهيم. العيال الصغار احنا الاول كنا صغار، وشيباننا يودونا معاهم كرامه سوق الغنم. صحيح. تعال يا فهد احنا اليوم ناخذ ضحيه. زين يبا احنا كلنا ناخذ يعني خرفان. قال لا ذي غير، شوف اصلا من السنه يحضرون عليها وشوف من السنه انهم يحضرون ذبحها. يا رجال من اللي منا واحنا صغار ما نذبح مسكين. قبل نوصل حق ذبحها ابغي مواصفاتها. مواصفات المواصفات من هي تجزء من الاضحيه بهيمه الانعام. بهيمه الانعام الغنم اللي نسميها الشاه ولا نسميها الغنم والمعز والبقر والابل، هذه كلها بهيمه الانعام ولها مواصفات مثل ما تفضل. والاعمار الاعمار الغنم 6 شهور، الغنم اللي هو الشاة. أي. أما الضأن اللي هو المعزة اللي يسميها معزة ولا هذه سنة. والعمر لازم يكون اللي أنت شاريه منه ثقة ويقول لك العنزة هذه أي نعم عمرها سنة، أو أهل الخبرة يعرفونها. البقر ما تم له 2 سنين البقر، والإبل ما تم له 5 سنين. يعني الحين القعود الحاشي ترى ما يضحي، صح الحمه طيب وصح انه جزل وصح انه يجمل، لكن هذا دين. صحيح. هذا دين الشرع يوم نزل. يعني علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قال لو كان الدين نقل عنه انه يقول لك قال لو كان الدين جاءنا بالعقل بالعقل لكان مسح جلكم الله لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه. انت الحين اللي لابس شراب تمسح من تحت ولا من فوق؟ الشرع قال لك امسح من فوق. صحيح. قال لو انه بالعقل الوسخ من تحت كان مسح، لكن اتانا الدين بالنقل. فكون انه جعل للبقرة 2 سنين وجعل هذا دين، هذا شرع انت تمشي فيه. مثل اللي بعض الاسئله اصلا تنطع وانت ما تحصل من اجابتها فائده،
اللي يقول لك نبي الله يوسف مثلا كم باعوه بكم درهم، وش طول البير اللي طاح فيها كم، هذه أسئلة إيش الفائدة إنك تعرفها؟ أيوة خلاص حنا نأتي للأوصاف، قال لك الغنم، وأنت طبعا يقال أن أفضلها هي الغنم، هي كلها تجزئ ولكن أفضل الضحية الغنم، وتكون بمعنانا كلامنا يعني المعروف تكون الضحية الجزلة اللي أنت بتقدمها لضيفانك، لأن هذه قربة إلى الله أنت تأخذ أجر عليها، تكون السليمة. أيوة تكون السليمة من العيوب اللي لا فيها عرج ولا فيها هزل ولا هي بضعيفة ولا طاحت أسنانها ولا هي بعوراء البين عورها ولا الضالع البين ضلعها، ولا تكون سليمة طبعا. واللي ناقصة من العيوب الحين الخرفان، وهذه فائدة يعني طرفة أهل العلم ذكروها، الخروف السوري اللي يكون ثربته مقطوعة ترى ما يضحي، لكن لو أنه من الخرفان الأسترالية أو السودانية هذه اللي الله خلقها بدون إلية هذه 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 ضحي لأنها خلقتها خلقه، لكن لو أن خروف نعيمي مثلا أو السوري اللي يسمونه وكذا الأردني ذا وطلع بدون ثربة ناقص في عيب، فلذلك من الأوصاف، ودائما يرجع في الأمر هذا له الخبرة. أبو راشد يقولون لقد الخروف إذنه ما تغطي عينه، ما أدري هل نسمعها هي من الدين ما ولا أدري هذه كل هذه واللي والوسم اللي فيها وسم بعد يتوكدون منها. أي نعم ولكنها ما أعتقد إنها إن شاء الله. هذه كلها بقول لك شيء، خلينا على هذه كلها ترجع للكمال، للأشياء العرفية، للأشياء صحيح. إذا كنت أنت ترضاها لنفسك فهي الجد يعني ضيفانك أنت بتقدم لهم ذي، أنت إذا جاك ضيف وعزيته وكذا ما تروح إلا تدور للسمين صحيح. عز الله شيء جميل تقول لك شيء جميل، هذه قربة أنت تحسبها تحسب لك يعني. عزيزتي الشعر بيت سمك. الدولة ما قصرت، خرفان ضاحي دعمتهم موجودين في السوق، وإن شاء الله أنهم بينزلون من يوم لحد يوم السبت ما أدري ولا لحد يعني مدعومين وجاهزين وأسعارها بعد زين وأسعارهم أقل من السوق وايد مو بشوي. عز الله ما تقصر، شركة مواشي ما شاء الله عليها صحيح. مجتهدين في هذا ودام الموضوع. ودام نفسه ودام. العيد قبل العيد على طول كل مره ينظر لين ليله العيد يقول ترى ربع العيد قريب لا لا ترى اداره المرور ما يقصرون قبلها توعيه حتى ايام القرنقعو وايام العيد الحين بعد عيالك الشوارع تخبر وزان الجو الحين سواقتهم ما ادري ايش قال لا بس ترى اعطى رخصه قياده سائق المؤهلين طعم في المرور اي بس انه اكيد الواحد الحين بدال هو محافظ وعارف ان عيالنا لكن الدرويليه الجدد ذيلا اللي مهب عارف وين طالع الليسن يعني ماخذ الرخصه متعلم هنا وطلعها في شهرين ولا شهر ونص اللوم على الكفيل نفسه لا والله اللوم مو على الكفيل شلون ما انا دخلته في مدرسه دربته على حسب الانظمه والقوانين من اللي اصدر الرخصه هو اللي مدرسة في حصة السواغة. لا إدارة المرور حتى إدارة المرور دائما ما في تحول على المدرسة هو. أنا الحين من اللي أعطاك يا أبو ناصر من اللي أهل السائق اللي عندك إنه يأخذ ليسن ويسوق المدرسة أنتوا فحصتوه المدرسة ما عليه أبو علي اللي في حصة وقال هذا يحق له إنه يأخذ ليسن هو اللي يدري إذا كان ينفع ولا لا عجلة اليوم ما شاء الله والله إن كانهم دارين الدراولية السواقين نحب نتكلم فيهم اليوم ما أدري هم يتعلمون في المدرسة الهرن سمعت يخرجك بالهرن في الزحمة يعني سيارات واقفة ويدق هرن من أول السراء إلى آخر تدري في أماكن ممنوع الهرن في مخالفة ثانيا في دخلته للدوار يأخذ الدوار تقول ذا وين تعلم يأخذ الدوار من داخل ما أنت بعارف وين إذا قده تقول بتعدى اللفة عطى إشارة شوف الذكاء فيه إنه يعطي إشارة ويحلق ويلف عليك لو لا قدر الله دعمك ولا شيء قال لك انا ما اعطيه اشاره شوف سيد بقول لك شيء
السالفة صارت علي هذه أمس، كلمني رجال شرواكم، رجال يعز يمكن شاف برنامج تهيد وشاف معاي العميد ايه. كلمني قال لي فهد حالك طيب؟ قلت له طيب طاب حالك. قال لي فهد يا أخي عندي واحد من أخواننا موجود عندي، والرجال يسوق وعنده ليسن لكن ما عنده ليسن اقتري. قال نبغي له ليسن اقتري. قلت له زين يروح يقدم على المدرسة، يقدم التراي ياخذ ليسن. قال هو يعرف يسوق. قلت له شوف إن شاء الله هني أنا بنفعك باللي تبغيه، وأنا ماني مقصر في شيء إلا سالفة الليسن. لا لا سالفة الليسن اسمح لي ما أقدر، لأن وجهك أبيض ما توسط أنت أنت تخاطر، ما فيها واسطة، تخاطر بحياتك، تخاطر بحياة عيالك، تخاطر بحياة الناس، تخاطر بحياته هو نفسه. يقول بنطلع له الليسن بعدين يحلها ألف حلة بيتعلم يرتب. حتى الحين على سبيل المثال الجهات الحكومية لما بتطلع حق موظف عندها مثلا مندوب لكن ما عنده ليسن تم استخدامه على اساس انه مندوب، تبي تقدم له يقول لك لا حدد لي نوع وظيفته ايش؟ إيه؟ وش الخبرات اللي عنده؟ هل هو في بلاده كان يسوق او لا؟ يعني اداره الامور متقيده في هالامور ومتحذره جدا. الحين الشركات الخاصه لما يقدم على اي عامل عنده او اي موظف عنده يبي يقدم على ليسن يقول له لا على حسب مسمى استخدامه. اذا هو عامل يعني عامل او شيء لا ما له حاجه في الليسن شيء. اول كانت مفتوحه يعني العامل اي حتى شيء حتى الليسن ياخد. الليسن يذكر فيه اذا هو يسوق تماتيك ولا عادي. اذا هو يسوق تماتيك يعينونه بكره بسياره في ختم عادي في الليسن. صحيح يتخالف صدقت ليش؟ لانه ممكن انه ما هو بعارف السياره هذه اللي يسوقها يتعلم فيها. وبعض السواقين من 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 اللي معه سواء ولد صغير ولا ممكن هو اللي وهقه على على انه يتجاوز او انه يغلط في السواقه او في دقه هرن او في تطويف سياره سكر على سياراته. سمعت؟ فهذه بعد هم يجرونه اصلا يعني هو بروحه يمكن ما عنده ذيك الخبره الزايده وانت بعد تجريه مثلا وقف انا سكر الشارع وقف سكر الشارع على امر هذا عنده هذا عنده ليش انا بسعيد. لكن جاسم من ايامي انا في الميرس جاسم العلي اخوك قال والله يا الربع انا رايح مزروعه توني متعدل الجسر ولا جمس يلعب في الشارع يمين يسار يقول هاي بطوف انا متروع لا يلف علي. يقول يوم جيت ولا اسيويين اثنين يقول لهم يضحكون في السياره يقول وقفه وقفته بكلم كفيله رجال سواقته مو مضبوطه يقول لهم وقفته وين الليسن؟ قال ما عندي ليسن ولا وياه طباخ وهذا جايبينه درايفر ولا الحين ما اخذ الليسن في العزبه يقول واخذ كفيله ما هو في العزبه على القار ايه يقول واخذ التليفون قلت اعطني رقم كفيلك ويكلمه قال له انت معطي الدرايفر السياره قال لي الدرايفر هذا عنده ليسن ليسن بلاده ويعرف يسوق قال يعرف يسوق بغي عدمنا الحين انا موقفه على الشارع والمركز هداي تبغى نشتكي قال له خليه يروح العزبه وانا بروح لهم بيبه خلاص توبه والله ما عاد يسوق تعطيه انت ما عنده ليسن يعني هذا المفروض تعاون من كل الجهات سواء من صاحب السياره او رب المنزل صحيح. او الكفيل يا ربع ثر المرور روح ثر ما يقدر يسوون شيء والله ما تعاون ما يقدر يسوون شيء اذا ما في تعاون. انا انا تفاجات قبل كم يوم بمدرسه سواقه يا الربع يتعلم السواقه في الفريق نفسه لا غلط في اطفال في المكان ضيق لا يا اخوي عندك في شوارع عجوز طالع من بيت الى بيت لا ما يصير هالكلام المفروض تعفيه ما كان خاص حق التعليم هذا اللي احنا نشوفه في المناطق اللي مدرسه اللي مدارس السواقه بشكل عام عندها كلهم يتعلمون في اللفات والباركينج اللي عند البيوت والطريق لا بس في شغله مهمه مناطق سكنيه في شغله مهمه الحين انت اعطيتني ليسن انا عندي سايق تدرب وخذ ليسن بس انت اعطي ليسن وخلاص ليسن مطلق يسوق مدى الحياه اذا كان تو مستلم الرخصه مراشد وسوى مخالفه وبعدها بعد بشهر ثاني سوى حادث وبعدها بعد ثلاث شهور شلون تخلي الليسن عنده تو يفترض ان السنه الاولى او السنه ونص او سنتين يكون تحت الملاحظه يا اخي هذا انسان كثره مخالفات معناته متحمل المسؤوليه من اللي ممكن ان يتحمل مدرسه السواقه يعطونا ليسن تحت التدريب بس مدرسه السواقه مرتها اظني للمرور المرور يحولهم على مدرسه السواقه اوكي براشد عقب ما يخلص مدرسه السواقه يعود المرور هم يفحصونه المرور يفحصونه ما يعلمونه بس يعرف شخصت انك انت اي شخص ياخذ ليسن لمده سنه يكون تحت التجربه مدة سنة فتره يعني فتره يحددون المرور حلو بالعكس فتره من الفتره هذه اعتقد ابو ابراهيم اذا سوى حادث كذا حادث شركة التأمين ما شركة تصلح. التأمين احنا ايه. ما نبي نتكلم احنا نتكلم عن الليسن ايه. لازم يحاسب اذا خالف او لا طيب قدر الله حتى ست شهور زين ست شهور ابو ابراهيم يكون تعلم ابراهيم انت وصلت لين الحادث انا قبل الحادث يعني هذا صحيح. يوم جاء انا علمته في الشارع قدامي بيلف يمين
ولفة موجودة يدق بريك يوقف خليك تدعمه ولا يطيح عقالك على السكان. والله نطالب عقبه يلف ولا التفت عليه. نطالب بالتشديد على التعليم. من قبل التعليم الحين صحيح كلنا ترى نساعد والله العظيم احنا نتكلم في مصلحتهم ونتكلم احنا بنساعدهم. المدارس اللي يعلمون السواقه هم مختصين يعلمونه صح لان اشوفهم يمسك المسار اليسار ويمشي بالعدال. هل هو يقول انت لقدك على اليسار تراك يقصد المدرب تراك دريوي لقدك في النص يعني مستواك انزل؟ لا مو بمنطق هذه. تبي تعرف شغله بعد اصعب؟ هم يدربون على السواقه ويدربون على المواقف وكل شيء لكن ما يدربون على لين شاف اسعاف لين شاف مطافي والله ولا يقول لك انا ما اعرف يختلف. انا تدربت على السواقه على الزحمه لكن ما تدربت اذا اسعاف ورا شو اسوي؟ حتى على السواقه يعني من الدوار الحين لا يا اخي المدرسه ربحيه وهو الدوار اللي قدامها يبغى ياخذها يسار يقعد على المسار اليسار لين يوصل ذاك واشارته شغاله تعطيه ليت تعطيه بصرك الدوار 2 كيلو من تشوف الاشاره طق ترى خلاص بيقول لك الحق وياي والله طق اشاره ويلف عليك مثلا ماسك اخر يعني هذا هو تو طالع من التعليم معناته هو ما تعلم صح ما تاسس صح حتى لو انه عنده ليس فهم يقول لك لا هو يعرف طيب يعرف هو صح يعرف شغل السياره سواق والله نطالب بالتشديد عليه يعني انت الحين تلوم تبي تلوم المدرسه انا لوم المدرسه نعم صحيح لوم المدرسه المدرسة لا تحول المدرسة المدرسة ما لها خاص ما هو المرور من اللي اختبره المرور شلون اختبره ابو رجاء نجاح من المدرسة المرور اختبره نجح في المدرسة المدرسة انا بطلع حق ابو ابراهيم الحين انا كمدرسة قاعد ادرب صالح نعم انت مرور نعم انت ايش عليك انا اختبر صالح نجح في الاختبار لكن ما نجح في القيادة الخارجية قدامه بزر في فريد في مطب أحرف باركن دق إشارة أربط الحزام عدد المراية الداخلية لكن برا ما نجح لكن أنا بضيف نقطة يا الرابع ليش المرور ما يحط جزئية معينة أنه يكون الشخص دريول يكون أنه أصلا دريول في بلاده على الأقل بيجيك مكتسب خبرة يعطونهم صالح أبو حمد يعطونهم فترة أطول اللي مهو بسايق في بلاده أو ما عنده ريسن لا تعطي بيجيبك ليسن بيجيبلك ليسن هو ما صار هم يختبرون يعطونا فتره اطول 3 شهور يمكن ومعاشاتهم كبيره يا الربع خلاص انا اجيب لي شخص بس اصلا المدرسه ما تعلم على ان الشارع فيه زحمه وان الشارع فيه ذروه طلوع الناس كلهم جميع هو يرتهق حتى في السواقه هذه العينه لا شاف الامه هذه كلها والهرنات والناس منين من النشر ما نعرف سعيد ما ننسى ان المواتر كثرت والمكاين قوت وبعدين يعني وبعدين تختبره في سياره صغيره وتعطيه سكويا هذا ولا سوبرمان يتدرب يسوق كرولا زين وتعطيه سوبرمان هاي سوبرمان يقول تفضل انت كانه يسوق سيارتين تدريب مره ثانيه هاي لازم على السياره الثانيه المدارس احيانا انا ما ادري عن المدارس ما تعاملت معها بس المدارس يحتاج عليها رقابه انا سمعت الله اعلم انه ممكن تدفع قيمه اكثر والكورس بدل الكورس بدل معليش شوف لا ما في مجال ايه لا اذا ما كان شوف مثل ما قال بناصر اذا ما كان عنده ليسن من بلاده ايه؟ لازم ياخذ اللي يسمونه فول كورس 3 شهور مدة 3 شهور حتى لو سقط يعيد لا انا اقول لكم المدرسه ترى احنا ما نتهجم عليها لا والله يعني ما شاء الله عليهم نقولهم لا ايه نبغي منهم يعطيه ما نجح هذول الغشم زين هذول الغشم زين الحين الدريول اللي له كم سنه عندك ويسوق وقابض هالخط مثل الفيلم الانتشار اللي قابض خط الشمال ومصيخ حق اليوكن ما ادري السوبرمان يمشي 150 ما ادري 160 ومعاه بزران انت يا لبو شلون يعني مستحيل ان دريولك ما بين لك ملامح ان هذا عجل او يستعجل او مسرع او مستهتر في قوانين المرور انت ما تسال عيالك احنا عيالنا الحين مجرد ان الهندي يسرع يا يبا ترى او يا عمي ترى الهندي اليوم اسرع شفته ضرب على المية بغض النظر انت الهندي الحين عنده ملامح معينه بغض النظر عن هذه ان المفروض انه يكون انت مراقب على الهندي على السايق بالاصح على السايق ايا كان سل عيالك يا الربع شو يا عيالي شوفوا الهندي اسرع هم يعلمون سواء البيت ولا العيال كلهم بيقول لك انا بعض العيال يقول له اسرع يقول له لا تمشي شوي انا عيالي معي زين هل احنا ايش دورنا بوف هالحاله لو شافوا عيالهم سواقين ويوم جينا بنعود شليتهم معي شرينا البيت قلت له روح البيت هو كان خابرني اجي مع الطريق دائما انا معه فهو راح مع الطريق الثاني انا جيت مع الطريق ده. الله قسم والله انه مر علي من اليمين وانا مجرب سياراتي